هناك برلمانيون عراقيون لا يزالون يتحدثون عن رغبتهم بأن يستضيف العراق كأس العالم المقبلة في 2022 إلى جانب قطر. يعني قصة اللعبة البيبان مال المدينة الرياضية مقفلة، والله شنو المفاتيح ما عندنا، يعني بشرفك مساعف الدخولية الحجة كانت مالتهم بأن لازم نفتشكم تفتيش، يعني 40,000 متفرج يطلع من فتحة على الله نص متر، أقل من خمسين سنتين، ليش والله؟ هاي الجمهور بالخروج، بيبان بوابات كلها مقفلة. فتحة حتى ما تتجاوز 50 سنتيم مدى. كم ساعة راد لها الجمهور على مود يطلع؟ هاي 40,000 ايش كم ساعة؟ هاي احد الاسباب اللي تفشل التنظيم، تفشل البطوله. ما ادري لمن تشتكي لمن تحكي، والله ما هاي الاقفال قفل، والله شنو المفاتيح مو عندي، ادري منو عند من المفاتيح. لا تفتح تليفون.